مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده ونجوم على الهواء. زي ما احنا معودينكم دايما، النجوم نجوم على الهواء بيكونوا دايما مختلفين ودايما بنخرج بره الصندوق. وزي ما انتم عارفين ان كل الشباب بيكون عندهم احلام بيحلموا بيها يمكن كل يوم، وبتجيلهم افكار كتير، بس الحقيقه ان في كتير منهم بيستنوا الفرصه تجيلهم لحد عندهم من غير اي تعب، والنص التاني بيشوفوا حلمهم ايه وايه افكارهم وبيشوفوا ايه القدرات اللي عندهم وبيحققوها وبيحولوا الاحلام والافكار دي لحقيقه على ارض الواقع. عشان كده النهارده مشرفنا في الاستوديو مجموعه شركات زين للحراسات والخدمات العامه. معانا النهارده ومشرفنا امثله، انا الحقيقه لما قعدنا اتكلمنا مع بعض في الكواليس انا بجد بقيت معجبه بيهم وبافكارهم اللي اتحولت كلها من احلام وافكار بقت على ارض الواقع. منورنا النهارده ومشرفنا استاذ احمد زين، نائب رئيس مجلس اداره الشركه. اهلا وسهلا بحضرتك. ومشرفنا استاذ السيد يوسف، مدير عام شركه زين للحراسات والخدمات والامن والحراسات. ومنورنا استاذ محمد فوزي، مدير عام شركه زين للتنميه والتسويق العقاري والخدمات العامه. اهلا بيكم. اهلا بيك يا فندم، منورنا. منور حضرتك. مبسوطه قوي ان في افكار بتتحول لحقيقه واحلام بتتحول لحقيقه. عشان كده بقى النهارده عايزين نعرف الساده المشاهدين عن مجال الشركة وعن كل حاجة بقى تخص مجموعة زين. لو هنبدأ مع أستاذ أحمد زين، حضرتك ممكن تكلمني عن مجال الشركة عموما؟ هو مجال الشركة، إحنا الشركة قايمة إحنا على التسويق العقاري والخدمات العامة والحراسات، والحراسات بيمثلها أستاذ سيد يوسف، هو المدير العام بتاع شركة الحراسات، والخدمات العامة والسياحة والتسويق العقاري أستاذ محمد فوزي المدير العام للشركة. وبنقدم برضو عندنا خدمات تانية زي الطاقة الشمسية، الطاقة البديلة، والسمارت هوم. وأستاذ سيد يتكلم مثلا عن الحراسات، هو المدير العام لشركة الحراسات ونقل الأموال، دي مثلا أستاذ مع أستاذ سيد. حلوة قوي بجد. أستاذ سيد، حضرتك طبعا مدير عام شركة زين للأمن والحراسات. طبعا الامن والحراسات يعني بيكون ليها مجالات شويه متفرعه، يعني مش بس حراسات. اصل احنا بيكون عندنا في مصر معروفه ان الحراسات دي اللي هي شركه بتروح تحرس مول او فاهم قصدي او يعني فاونديشن معين. فحضرتك ممكن تكلمنا عموما؟ هو طبعا خلينا في البدايه، طبعا يعني انا اشكركم طبعا على اللقاء الطيب دوت وعلى الترحيب الجميل، وطبعا برحب بالساده المشاهدين. حضرتك منورنا ان احنا في استضافتكم طبعا. خلينا برضو في البداية يعني نقول إن مجموعة شركات زين كانت بتتلخص في شركة بدأ حلمها مجموعة من الشباب، طبعا يترأسهم الأستاذ أحمد زين نائب رئيس مجلس الإدارة. بدأت على فكرة إدارة الأعمال وإدارة المشروعات الصغيرة. كبر الحلم بمساعدة الشباب طبعا ومساعدة الأفكار، إن هي تتلخص إن إحنا عايزين نخرج من بوتقة أو من دايرة المركزية للامركزية. بمعنى إيه؟ إن إحنا بدل ما نعمل شركة واحدة تدير مجموعة مجالات أو تدير عدة مجالات، لا، إحنا بنقسمها لمجموعة إدارات تتلخص في مسمى شركة. كل شركة تدير مجال على حدة عشان تقدر تبدع وتنجح فيه. من أهم طبعا الشركات دي اللي هو شركة التنمية والتسويق العقاري، ودي كانت أول حاجة بدأنا بيها في مجموعة شركات زين لإدارة الأعمال والمشروعات. بدأنا بالتوازي وبالتبعية على طول قطاع الخدمات العامة، والأستاذ محمد طبعا الأستاذ فوزي معانا فيها الخدمات العامة، وبعد كده يليها الخدمات السياحية. جه مؤخرا مفهوم الأمن والحراسة. مفهوم الأمن والحراسة ده حضرتك هو مفهوم بسيط بس صعب تنفيذه. لازم نفصل ما بين الأمن الإداري والأمن الشرطي. الامن الاداري دوت حضرتك لازم يكون داخل المنشاه بيامن جميع مفاصل المنشاه كلها بالكامل، بيامنها بكل طبيعتها وكل مشاكلها، تمام. الامن الخارجي ده طبعا بيكون للشرطه، لا يتعارض مع ده، ولكن بيبقى في كونتاكت ما بين الامن الداخلي والامن الخارجي اللي هو الامن الاداري والامن الشرطي، تمام. فلازم يكون في تنسيق في العمليه الامنيه دي. عشان اقدر اوظف رجل امن في مكان امني يقدر يحرس منشاه، لازم اعلمه وافهمه يعني ايه امن، يعني ايه تكون رجل امني. رجل الامن دوت مش مجرد ان انت لابس بدله ولابس معلق سبلايت واقف كده وخلاص، هو ده دورك ان انت واقف موجود. لا، رجل الامن ده عامل مهم جدا وعنصر هام جدا، بدوره ان هو بيامن على حياته وممتلكات الاخرين،
بيكون مسؤوليته مسؤولية كبيرة جدا. إذا ما كانش هو على قدر المسؤولية ديت فطبعا بتفشل المنظومة. فاحنا هنا بيجي بدورنا بقى، إن احنا دورنا كمجموعة شباب خرجنا من بوتقة إن احنا نكون ضباط جيش أو لواءات شرطة أو غيره بيدير مجموعة شركات أمن، لا احنا بنستعين بالقيادات ديت للرأي والمشورة، ولكن الإدارة بتكون للشباب اللي هو عايز يحقق المنظومة بشكلها الطبيعي بشكلها الناجح بالفكر الشبابي الجديد اللي بيواكب كل العصور وكل الأزمنة. حلو قوي. تمام، فهو ده اللي احنا اشتغلنا عليه. فطبعا احنا بنستشير طبعا قيادات أمنية على أعلى مستوى طبعا ولها سابق خبرة في المجال ده وبناخد منهم المشورة. اشتغلنا في مجال الأمن، جه مفهوم إنشاء شركة الأمن طبعا عشان خاطر احنا عايزين نحصل على الإجراءات السليمة ونقدر نشتغل في مجال الأمن بشكل سليم وشكل منظم وشكل رسمي. عملنا تعاقد مع شركة اسمها شركة لينوس للحراسات والخدمات الأمنية والحراسات الخاصة، عملنا معها شراكة بنسبة كاملة إن احنا نقدر نشتغل باسمها ونشتغل معاها بكل إدارتها. بيكون لنا حق الإدارة وحق التوقيع وحق الإشراف وحق التوقيع على العقود وحق كل شيء، لنا إدارة كاملة لا تتجزأ ولا تختلف عنها بأي شيء خالص. فالأمن الإداري مهم جدا، وده احنا حبينا ندخله في مجموعة الشركات عشان من هدف الرئيسي بتاعه ان احنا نخلق جيل جديد من مفهوم العمل، ونقدر نقلل فرص البطالة امام مؤسسات الدولة، ونكون ساعد من سواعد الدولة في تقليل فرص البطالة امام الشباب، ونوجد لهم فرص عمل وندربهم ونفهمهم يعني ايه امن. وطبعا احنا ما بنيجي ندربهم بندربهم في اماكن معتمدة زي معهد الامن والتنمية البشرية وزارة الداخلية. ده بيقوم على تدريب العناصر الامنية في مجال الامن الاداري. فطبعا احنا بنلجأ لمؤسسات واماكن معتمده معروفه عشان نضمن سلامه وتدريب العنصر الامني اللي احنا بنقدمه للعميل في النهايه. كنت لسه اسال حضرتك على موضوع التدريب، هل ان اي حد مثلا بيجي، انتوا طبعا بتعلنوا عن الوظائف، اي حد بيجي بيسال عن وظيفه وخلاص بيعمل مجرد انترفيو كده وخلاص يتقبل في وظيفه الامن، ولا بيبقى في تدريب في حضرتك؟ لا، هو في حضرتك خلينا في البدايه ان احنا نقول ان احنا في معايير وشروط لكل وظيفة في كل مجال من شركة من الشركات، بتبقى لها المتقدم بتاعها لها معايير وشروط. كل وظيفة لها معاييرها وشروطها. فأنا بالنسبة لي في عندي رجل الأمن بيبقى فيه طول مناسب، لازم يكون خالي من الأمراض، لازم يكون ذكي، لازم يكون لماح، لازم يكون على القدر الرياضي المظبوط الكويس، يقدر يتلقى المعلومة ويقدر يحفظها كويس جدا، عنده درجة التركيز عالية. لو توفرت فيه بعض الشروط ديت احنا بنبدا طبعا بناخده بنأهله بقى، بنبدا ندخله في الاماكن اللي هو يتدرب فيها يتعلم علوم الامن الاداري وازاي يبقى راجل امن. بحترم جدا اي مشروع، مش مجرد ان حد النهارده جات له فكره ان انا اعمل مشروع عشان يدخل لي منها دخل وخلاص، لا انا بحترم اي مشروع او اي كيان بيبدا صح ويبقى عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. ان انا اجيب حد وخلاص مجرد ان انا اعينه فرد امن وخلاص، مجرد انه طالع يشوف الحد اللي طالع واللي نازل، لا طبعا. فبجد انا بقى يعني لا، كل الناس فاهمه الامن الاداري، فاهمه شكله، فاهمه بشكل خاطئ 100%، فاهمه ان هو ملوش مستقبل، ملوش كيان. لو ملوش مستقبل هو نسخه مستنسخه من الامن الشرطي والقوات المسلحه. ما هو درجه الامن ده بيامن حدود وده بيامن دواخل البلد كلها، والامن بيحميني انا في بيتي. فالامن الاداري هو قطاع خاص، اما الامن الشرطي دي منظومه دوله، مؤسسات دوله، فدي بتقوم بدورها واحنا كامن اداري بنقوم بدورها، بدليل ان وزاره الداخليه اعترفت بمنظومه الامن الاداري وبدات تديها رخصه للتشغيل. فبالتالي لو احنا مناش كيان او مناش اعتباريه في الدوله ان احنا نقوم بمنظومه الامن الاداري فبالتالي اجهزه الدوله مؤسسات الدوله مش هتدينا رخصه للتشغيل. صح حضرتك عندك حق. فاللي فاهمين ان الامن دوت مجرد ان ملوش مستقبل، واحد قاعد بلا وظيفه، عاطل بواب زي ما بيقولوا عليه مثلا، واخد بال حضرتك؟ لا، ده مفهوم خاطئ تماما، لان هو ما درس وما عرفش يعني ايه امن اداري، ما عرفش حجم المسؤوليه اللي عليه، وما عرفش حجم الارواح والحاجات اللي مسؤوله منه تجاه الاخرين. بالظبط. لو يعرف دي هيعرف حجم المسؤوليه عليه، ويعرف ان هو ما بيقلش اهميه عنه عن اي حد تاني شغال في مجال الحراسات والامن. صح حضرتك عندك حق. استاذ محمد فوزي، احنا دايما بنشوف كلمه التنميه العقاريه، والحقيقه ان احنا يعني ساعات بنشوفها وكتير مننا مش فاهمين هي ايه التنميه العقاريه. ممكن حضرتك تفيدنا وتقول لنا ايه هي التنميه العقاريه؟ هو مبدئيا فكره المشروع كانت بدايتها فكره تسويق عقاري، وبعدين دخلنا حاجات جديده في موضوع التسويق العقاري اللي هو مجال التشطيبات والخدمات العامه. ايه بقى فكره الخدمات العامه ديت اللي انا الجديده اللي موجوده في السوق معانا دلوقتي؟
احنا بدأنا ندور ايه السوق محتاج ايه. انا كساكن في شقة محتاج في حاجات كساكن عادي في شقتي، في حاجات بحتاجها لوازم ليا مع عمال وصناعية تشطيبات او الكلام ده، بس ما بعرفش اتواصل مع العامل، في فقدان ثقة ما بين العامل وما بين صاحب العقار. يعني انا مثلا ما فيش فينا حد ما بيبص عنده لمبة في البيت عايزة تتغير، الدهان في البيت عايز يتعمل. فبدأنا ندخل من حتة الخدمات العامة ان انا ادير لصاحب الشقة مكانه ازاي. هو ملوش دعوة هو يجي من بره بيته يدخل من شغله، ملوش دعوة بأي حاجة جوه الشقة، ما كانت شاي بايظ، ما كانت اكسبريسو بايظة، ما كانت البوتاجاز بايظ، تكييف عايز يتصلح، عايز صيانة، كل ده أنا اللي بوفره. بدأت أعتمد إن أنا أوفر حجم عمالة معايا، طقم كامل، الطقم ده يبقى هو ده تابع الشركة، أبدأ أعمل بيه فكرة الخدمات العامة. نزلت للسوق عملت زي تيست كده ان انا اشوف الناس محتاجه ايه اللي بتحتاجه، لقيت ان الموضوع مهم جدا، هو بيتعمل في المدن الجديده والكومباوندز والحاجات دي دلوقتي. الناس بتبقى محتاسه مش عارفه تتواصل مع العامل، ودايما صاحب الشقه عنده من جواه ان العامل هيسرقه وقله ثقه في كل حاجه بالظبط، والعامل عنده يقين ان صاحب الشقه هيشغله ببلاش، عايز يشغله ببلاش. فانا بقيت حلقه الوصل الامان ما بين العامل بتاعي وصاحب الشقه في كل مستلزمات الشقه، لمجرد ان هو بيتصل برقم واحد بس، الرقم بتاع الشركه هو الخاص بكل حاجه جوه شقته ايا كانت، هو ملوش دعوه باي حاجه جوه شقته. فلقيت الموضوع بدا يشتغل ويشتغل كويس، بدا يتطور ان انا بدات اخد ان انا ما انا معايا عمالي، ما ايه المشكله ان انا ادخل تشطيب كامل، واحد شاري شقته مش عايز يعمل اي حاجه بيسلمني مفتاح الشقه وانا دي حاجه جميله معايا مهندسين الديكور اللي بيعملوا له الشغل بتاعه يعرضوه عليه، انه مجرد ان هو يجي في يوم كذا يقول له اتفضل مفتاح شقتك. المواعيد بس الى جانب بدانا هي كلها التطورات. طورت في الموضوع ان انا لقيت السمارت هوم، شغل السمارت هوم الشغل ده جديد، الفكرة بتاعت الخدمات العامة دي كلها أوروبا كلها عايشة عليه شغالة بيه، احنا الفكرة عندنا جديدة، يعني ايه اتصل بالشركة تجيب لي الحاجة. لكن هو في الأول كانوا الموضوع مستغربوا، بعد كده بدأ يحس بالأمان، بدأ يدور أنا عايز عامل كذا يصلح لي كذا، التكييف عندي بايظ، محتاج كل حاجه بايظ. طب الموضوع ده هاممني جدا وعايزه اتكلم عنه باستفاضه، ممكن نطلع فاصل ونرجع على طول؟ فاصل صغير وراجع لكم على طول. رجعنا لكم تاني. الحقيقه انا كنت عايزه ارجع من الفاصل بسرعه جدا، لان انا الموضوع جديد اول مره اسمعه ان هو بيحصل في مصر، وانا الحقيقه بحب اي حاجه جديده وبحب اي فكره بتكون جديده. قبل الفاصل كان الاستاذ محمد بيكلمنا انه فكره الشركه ان احنا بس كل اللي علينا ان احنا بندي المفتاح للشركه وبناخد منه كل حاجه. نرجع بقى تاني نكمل الموضوع. طيب نرجع بقى، هو الفكره كلها ان انا نظمت علاقه ما بين العامل وما بين صاحب الشقه بوجود ثقة ما بين الاثنين، أنا الثقة اللي ما بينهم، أنا اللي بنظم العلاقة ما بين الاثنين. العامل دايما معتبر إن هو مجهوده هيروح على الفاضي، فما بيديش المجهود اللي صاحب الشقة عايزه، وصاحب الشقة دايما معتبر إن العامل هيسرقه أيا كان، فهيسرقه في أي حاجة. فإحنا دلوقتي عملنا الشركة، فكرة الشركة خدمية في تنظيم العلاقة ما بين العامل وصاحب الشقة. هدف منها مهم جدا الفترة اللي هي احنا الفكرة دي لسه جديدة، بس الفكرة دي جت بعد فترة توقف كبيرة جدا للعمال، تعطلوا في فلوسهم ودخلهم، فكانت مشكلة جدا. العامل بتاع فترة كورونا لما جت الكورونا تضرروا كتير، اكتر الناس اتأذت. ما هو علشان كده بدأنا نشتغل، هو العامل لما جالي ما عملت معاه الديل ان انا اللي هبقى الواجهه بتاعتك في التعامل، بس بشرط انت هتبقى على حسب ما انا عايز في الشغل، ما يعني ما نفتريش على صاحب الشقه، نعمل الحاجه صح
هنكسب بعد كده، مش لازم اكسب النهارده، مش لازم النهارده عشان انت دخلتني شقتك اكسب منك، ممكن اكسب منك بعد كده في حاجات كتير. ممكن حضرتك انا جيت لك شقتك بعت لك العامل ما كسبتيش مني، بس انت عملتي لي انتشار لفكرتي بالزبط. احسن من ان انا اعمل انتشار في ميديا مثلا، عملتي لي انتشار داخلي للمكان في الانشطه بتاعتي. فدوت كانت فكره، ده الشغل بتاعي وتنظيم العلاقه ما بيني وما بين العامل وصاحب الشقه بالظبط. لان انا بشوف دايما ان الدعايه اللي بتكون متجربه احسن من الدعايه اللي بتكون بالزبط. على فلاير او على اعلان بالزبط. لما انا اقول لصاحبتي وصاحبتي تقول لصاحبتها ويبقى كل انتشار كل حاجه جوه الشقه بالزبط. هي الفكره بقى كمان ان انا مخلي لك كل حاجه جوه شقتك تحت امرك انت، مجرد بتتصلي بالتليفون ايا كان اللي انت عايزاه داخل الشقه بيتعمل لك جوه الشقه. تمام، دي حاجه. تاني حاجه في الخدمات، في مجال الخدمات العامه أوه. التطهير والتعقيم في كورونا احنا دخلنا وده وقته الحقيقه يعني بدايه الشغل بقى جد لينا ان احنا نعمل تعاقدات مع المصالح الكبيره في التطهير ضد التعقيم ضد كورونا، والتطهير والتعقيم من الحشرات ومكافحه حشرات، الحاجات دي مطلوبه اليومين دول. في مكان معين يا فندم ولا في اي؟ لا احنا شغالين على مستوى الجمهوريه. انا بالنسبه لي بحاول اعمل الانتشار بتاعي حتى لو ماديا مش مجزي قوي، بس اعمل الانتشار في الفتره ديت في الشغل. هو احسن حاجه اصلا زي ما قلنا الانتشار اللي بيكون الانتشار متجرد. انا بعمل والحقيقه انا شايفه انه ده وقت صراحه التطهير والتعقيم، التطهير والتعقيم ووقت على فكره الامن والحراسات طبعا كل حاجه ما شاء الله بجد متكامله. ما هو احنا دراسه الشغل، دراسه السوق للشركه، الشركه درست السوق في ايه؟ ايه احتياجات السوق؟ معظمها احتياجات خدميه، مش بيع وشراء. يعني مش انا مش بشتري سلعه وابيعها. هو عشان كده انا اسفه بس عشان كده احنا بس للاسف معانا اقل من دقيقه. عشان كده انا شايفه ان المشروع ناجح جدا، لان هو حضرتك درست السوق بالزبط. يعني درسته وحطيته الافكار وعملنا بالزبط. عليها دراسه وشفنا ايه السوق محتاجه، احتياجات السوق بالظبط. طيب استاذ احمد، انا شايفه ان حضرتك ما شاء الله سنك صغير، وان انا يعني اشوف في سن صغير كده وان هو نائب رئيس مجلس اداره، دي حاجه يعني بجد لازم احييك عليها. احمد من الشباب الواعد، احنا كلنا بندعمه لان فكره للشغل لسوق العمل طموح، واحنا بنقف في ظهره علشان ندعم الشغل من خلاله. حلو قوي بجد. انت ممكن تقولي مسج بس للشباب كده سريعه؟ نمشي ورا حلمنا. نمشي ورا حلمنا تمام ونصدقه اكيد طبعا. طيب تمام استاذ سيد، انا مبسوطه جدا انا كنت مع حضرتك النهارده. ربنا يخليك يا فندم، احنا اسعد بيها سيد. استاذ محمد، افكار حضرتك بجد ممتازه، وانا لازم يكون عندنا حلقه ثانيه. استاذ احمد، انا مبسوطه جدا ان انت مثال للشباب، ان انت ما شاء الله رغم صغر سنك وفي تايتل زي ده. اتبسطت قوي ان انا كنت معاكم، واكيد هيبقى في حلقه ثانيه. احنا اتشرفنا بحضرتك جدا يا فندم، واسمحي لي بس لو الوقت البرنامج يسمح بنص دقيقه بس مش اكتر. اوجه طبعا رساله طبعا لكل القيادات السياسيه وعلى راسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه للشباب وفتح الفرص امام الشباب طبعا كلها، وبيدينا الفرصه كشباب مستثمر صغير. يعني هو سمانا شباب المستثمر الصغير، بيفتح لنا فرص كتيره جدا وبيدعمنا وبيدعم الشباب كلها. فاحنا من هذا المنطلق ومن هذا الباب احنا بناكد دعمنا لكل مؤسسات الدوله في خلق فرص عمل جديده نتيجة الأعمال اللي احنا بنفتتحها، سواء في مجال الخدمات العامة أو السياحية أو في مجال الأمن والحراسة، في كل المجالات شتى المجالات. واحنا بنطمح طبعا ان احنا نفتح أبواب كتير من العمل في الشركة عندنا، وتكون نافذة عمل جديدة وطاقة للشباب يقدروا يجوا يفرغوا فيها طاقتهم. حلو قوي، أنا بحييكم جدا يعني على المشروع ده، وبتمنى ان الحلقة تكون عجبتكم، وكل الشباب اللي اتفرجوا علينا يشوفوا المثال الجميل اللي معانا ده. أشوفكم في حلقة جديدة ونجوم على الهواء. شكرا. شكرا.